بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل معكم مشوار شرح دروس التربية الإسلامية للصف التاسع. سنبدأ اليوم بشرح الدرس الثامن عشر، وهو درس الكبائر. بداية، الإنسان منا كثير الخطأ، فيحتاج إلى توبة دائمة من الله سبحانه وتعالى. وكل ابن آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. يوجد هناك الكثير من الأخطاء التي يفعلها الإنسان ولا يعلم ما هو مقدار هذا الذنب، إن كان صغيرة أو كبيرة، لكن دوما نذكر أن الإصرار على الصغيرة هو واحدة من الكبائر. الله سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين من الاستمرار أو فعل الكبائر، فيقول في كتابه العزيز: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. سنعرف معا ما هي الكبيرة. الكبيرة هي الذنوب العظيمة التي اقترنت بالوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من جميع الكبائر، وأفرد سبعا منها بالذكر طبعا، وأسماها بالمهلكات أو الموبقات، وأسماها بهذا الاسم لأنها توقع صاحبها في النار وتكون سببا في هلاكه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق مثل الثأر، أكل الربا سواء ربا النساء، وأكل أموال اليتامى، التولي يوم الزحف والناس في خطر، أترك الجبهة وأنجو بحياتي وأخاطر بحياة جميع الأفراد الآخرين في الجبهات الأخرى، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، التحدث في عرض الفتيات. النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض الكبائر بأنها أكبر الكبائر، وكان من ضمنها عقوق الوالدين وقول الزور، ذلك لأن هذان الأمران لهما أثر سيء على المسلم وعلى غيره في الدنيا والآخرة. الكبيرة تكون إما بترك لواجب أو فعل لشيء محرم. مثلا بفعل واجب تكون كترك الإنسان لصلاته، أو فعل شيء محرم مثل شرب الخمر أو تعاطي المخدرات. ثاني أمر سنتحدث عنه وهو حكم مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة إذا ارتكبها وهو يعتقد حرمتها، فإن هنا مرتكب الكبيرة يعد مسلما، لكن هو عاص يحتاج أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن تاب عفوا قبل وفاته كان بها، وإن لم يتب فإن الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما إذا ارتكبها وهو يستحلها أو يعتقد أن هذه الكبيرة هي حلال، فهو بذلك يكون قد كفر بمعتقد يقيني أجاده الله سبحانه وتعالى للناس بأن هذه الأمور قد حرمت علينا وألا نقوم بفعلها. الله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه العزيز: يا أيها عفوا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله سبحانه وتعالى هنا يحذر من الاقتراب إلى الزنا كواحدة من الكبائر، وليس فقط الكبيرة بحد ذاتها، يحذر من المقدمات التي تكون لهذه الكبيرة. يوجد أخطار عديدة لارتكاب الكبيرة على الفرد والمجتمع. من هذه الأخطار أن الكبائر تجلب سخط الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعيش على هذا الكون وهو مستخلف فيه، يجب استخدامه لهذا الكون ولجسده ولحواسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيأخذ سخط وغضب الله سبحانه وتعالى إذا استخدم هذا كله في عصيان الله سبحانه وتعالى. أنها تسبب النزاعات والخصومات بين أفراد المجتمع بالتأكيد. مثلا السرقة تنزع من قلوب الناس المحبة والمودة فيما بينهم، فتزرع مكانها البغض والعداوة فيه. أنها تهدد أمن المجتمع واستقراره، لأنه في هذا الحال يوجد أفراد يعتدون على أنفس الناس، على أموالهم وعلى أعراضهم وحتى على عقولهم. أيضا أنها تلحق الضرر والأذى بمن يفعلها، سواء في جسمه أو في عقله أو في سلوكه. الموضوع الرابع الذي سنتحدث عنه هو سبل الحماية من حماية المجتمع من هذه الكبيرة. يوجد سبيلين. في البداية المنهج الوقائي. المنهج الوقائي يكون قبل وقوع الكبيرة، المنهج العلاجي ويكون بعد وقوع الكبيرة. إذن المنهج الوقائي
يكون قبل وقوع الكبيرة، والمنهج العلاجي يكون بعد وقوع الكبيرة. بداية المنهج العلاجي يكون بعد الكبيرة. المنهج الوقائي يعتمد على عدة أمور، أهمها تعزيز تقوى الله عز وجل وطاعته في المجتمع. أن الفرد المسلم يجب عليه اختيار الصديق الصالح ذوي الأخلاق الحسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والصديق الحسن يساعد الإنسان على فعل الأمور الحسنة والابتعاد عن الأمور السيئة. أيضا غرس الانتماء في المجتمع وحبه والمحافظة على قيمه حتى يكون كل فرد فيه عنصرا إيجابيا في مجتمعه. رابعا تصوير الكبائر والمنكرات بأقبح الصور للتحذير منها. نأتي إلى المنهج العلاجي وهو ما يقوم بعد وقوع الكبيرة. إذا المنهج العلاجي، المنهج العلاجي يبدأ بفتح باب التوبة وتشجيع المذنبين عليها ومساعدتهم على ترك المعصية حتى لا يقنط المسلم من رحمة الله فيستمر في الخطأ. فوجود أو تحفيز الشخص المذنب على أن هناك باب للتوبة مفتوح دائما يساعد على أن الإنسان يقوم بالابتعاد عن جميع الكبائر التي قام بها. ثانيا عفوا، تشجيع المذنبين على القيام بالأعمال الصالحة، وذلك يؤكده ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أصاب ذنبا فأتى النبي فأخبره، فنزل قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. ثالث أمر يعتمد عليه المنهج العلاجي تشريع العقوبة على المجرمين. شرعت العقوبة لحماية الأمن والأفراد والمجتمعات، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بذلك نكون قد انتهينا من شرح درس الكبائر، سنبدأ بحل الأسئلة سويا. هنا بداية السؤال الأول: وضح حكم مرتكب الكبيرة. الجواب هنا: الذي يرتكب الكبيرة وهو مؤمن لكنه ارتكبها تبعا لهواه، فهذا مسلم ولكنه ماذا؟ عاص. وإن مات من غير توبة فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. الذي يرتكب الكبيرة وهو يستحلها، هنا هذا شخص غير مسلم، وإن مات على ذلك من غير توبة فإنه يموت كافر، لأنه أنكر أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله الوارد بأدلة يقينية. سؤال اثنين: اذكر ثلاث من الكبائر، هنا السرقة والزنا وعقوق الوالدين. ثالثا اذكر أثرين من آثار ارتكاب الكبيرة بين أفراد المجتمع. من آثار ارتكاب الكبيرة أنها تسبب النزاعات والخصومات بين أفراد المجتمع، تهدد أمن المجتمع واستقراره، وتلحق الضرر والأذى بمن يفعلها سواء بجسمه أو بعقله أو بسلوكه. السؤال الرابع هنا، ما هو الجواب؟ شرع الإسلام منهجا وقائيا لمنع ارتكاب الكبيرة. وضح. المنهج الوقائي يقوم على منع حدوث الكبائر قبل وقوعها، ويعتمد على تعزيز تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته في المجتمع، اختيار الأصدقاء من ذوي الأخلاق الحسنة. صنف السلوكات الآتية إلى كبيرة وصغيرة: ترك شخص الصلاة لأنه يعتقد أنها ليست فريضة، كبيرة. أفطر خالد في رمضان متعمدا، كبيرة. صلى مسلم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس تهاونا بها، وهنا كبيرة. بذلك قد أتمينا درس الكبائر وحل الأسئلة. شكرا لكم.